الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الطيران الحرب الروسي يقصف مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. 30/4/2019. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الطيران الحرب الروسي يقصف مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. 28/4/2019. تحاول فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي لسحب الذين علقوا تحت الأنقاض في مشفى اللطامنة، طبعا مشفى جراحي في مدينة اللطامنة الذي تم استهدافه عدة مرات وخرج عن الخدمة، ما لبث أن يعود إلى الخدمة استهدفه طيران العدوان الروسي. الطيران الحرب الروسي يقصف مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. 2/5/2018. بسم الله الرحمن الرحيم. منذ قليل أغار طيران العدوان الروسي بالصواريخ الارتجاجية على مدينة كفر زيتا، واستهدف فيها المشفى التخصصي في هذه المدينة ودمره بالكامل. يبدو هنا الصاروخ الله أعلم حفرة كبيرة، نلاحظ دمار هائل في هذا المشفى. المشفى سوي بالأرض. 2/5/2018. هنا المسجد، هنا لا تزال النار مشتعلة في بناء المشفى.